السلام عليكم وعلى بركة الله. انطلقت فعاليات منتدى التعاون الروسي العربي بالمملكة المغربية برئاسة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وأكبر قامع للكراغلة وزير الخارجية الروسي لافروف. وكانت على أولويات اليوم الافتتاح القضية الفلسطينية اللي طرحها السيد ناصر بوريطة بقوة. غادي نشوفوا أول ردود أفعال للإعلام العربي أشنو قال حول مخرجات اليوم الأول. بالتوفيق للمملكة المغربية ولا عزاء للمنسحبين. انضم إلينا من مراكش مراسلنا عزيز فتحي. عزيز، نتابع معك مسار هذا المنتدى. مسار المنتدى تميز بالكلمة القوية لوزير خارجية روسيا الفيدرالية سيرغي لافروف، الذي وجه هجوما لاذعا في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، مشبها ما يقع بدورها داخل منطقة الشرق الأوسط بما يقع في الحرب الأوكرانية، وواصفا دورها بأنه مساهم في إشعال فتيل الحرب والنار في منطقة الشرق الأوسط وفي أوكرانيا حسب تعبيره. الموقف الروسي من القضية الفلسطينية يكاد يتماهى مع الموقف العربي من خلال كلمتي وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة وكلمة سيرغي لافروف. هنالك تأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وعلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل انسيابي ومستدام لدواع إنسانية. و هنالك اتفاق على أن مجلس الأمن تم عرقلة عمله من خلال الفيتو الأمريكي. هنالك توافق حول هذا الشأن بين المغرب وبين روسيا وبين عدد من الدول العربية. من وما كان ميز كذلك هذا المنتدى هو اللقاءات الثنائية التي أكد فيها وزير خارجية فلسطين بأن مجلس الأمن تم اختطافه وعرقلته حسب تعبيره من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى الفيتو الأمريكي الذي عرقل أي قرار يمكن أن يساهم في إطلاق وقف النار في قطاع غزة. وقال بأن الخيارات المتاحة بالنسبة للدول العربية وبالنسبة لمن وصفهم بأحرار العالم هو التوجه إلى محكمة العدل الجنائية من أجل محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب. بالإضافة إلى ملف الفلسطيني الذي خيم على فعاليات الكلمات الافتتاحية لمنتدى التعاون الروسي العربي، يمكن أن نتحدث عن التعاون الاقتصادي الذي تطمح من خلاله روسيا إلى الرفع من التبادل التجاري بينها وبين الدول العربية، علما بأن الرقم وإن كان قد تطور في السنوات الأخيرة إلا أنه لا يتعدى حسب آخر الأرقام 22 مليار دولار، مع العلم أن الأرقام بين روسيا وتركيا مثلا تتعدى 35 مليار دولار وتفوق 200 مليار دولار مع الصين. هنالك طموح لرفع معدل التبادل التجاري ورفع الاستثمارات وإلى الانتقال من الحوار السياسي الدبلوماسي التقليدي إلى حوار سياسي استراتيجي كما هو معمول بين روسيا وإفريقيا التي تربطها علاقات اقتصادية قوية معها، والتي تحاول روسيا العودة إليها بعد أن تراجع وجودها هنالك بسبب الحرب الباردة. ويمكن أن يشكل المغرب منطلقا وقاطرة لهذا الدور الذي تسعى روسيا إلى أن تلعبه وتسعى إلى أن تخرج كذلك من حالة الحصار والتضييق الذي تمارسه عليه قوى الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأوروبية تحديدا. دعني أسألك سؤال مباشر، هل يمكن التعويل على الطرف الروسي في ملء ما أشرت إليه أنت أيضا من فراغات موجودة، إثر انسحاب أطراف معينة أو مسألة تسليم ملفات لأطراف إقليمية أخرى، هل يمكن التعويل حقيقة على دور ريادي فاعل موثوق من طرف روسيا في هذا الاتجاه؟ النظر في البدائل في تصوري غير مجدي في المرحلة الحالية. يعني في فرق بين أن ننظر إلى حضور بديل لبديل آخر، مثلا يعني نقدم روسيا على أنها بديل عن الحضور الأمريكي. بتقديري هذا غير منطقي في مفهوم السياسة والعلاقات الدولية، ولكن ممكن أن نستخدم روسيا في ملفات فرعية، يعني نأخذ حالة بحالة. ففي الحالة هذه نعم ممكن أن نحقق يعني كثير من النجاحات وليس فقط بعض النجاحات. على سبيل المثال يعني حينما يعني روسيا لها موقف مثلا إيجابي من ملف اليمن منذ بدء الأزمة، ولا زال الثبات الروسي في هذا الموقف. إذا نحن نوظف هذا الأمر بصورة أعمق وبصورة يعني أجدى. الإشكالية الأخرى أن الانسحابات الأمريكية من ملفات المنطقة
يتخللها إشكالية رئيسية وهي التكتيكات الأمريكية. يعني نجد أن الأمريكان عندهم سرعة في التحرك التكتيكي، يقينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحولت في استراتيجياتها من الأولوية الأوروبية إلى الأولوية في بحر الصين الجنوب. المرحلة الثانية هي الخليج من الزاوية الإيرانية، هذه بحسب الخبراء الأمريكان وليس بحسب تحليلاتنا. ولكن نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعود بصورة مفاجئة في ملفات، مثلا في ملف غزة وجدنا أنها عادت ببيارج عسكرية ضخمة، نجد أنها الآن كونت تحالف عسكري في جنوب البحر الأحمر. كل هذه الولايات المتحدة الأمريكية عندها قدرة على صناعة التكتيكات لإرباك المشهد أمام الآخرين، يعني إرباك المشهد أمام طريق الحرير الصيني. وهذا لا يخدم أيضا، هل ذلك يخدم أيضا أجندات الدول العربية؟ لا بالعكس، هو يضر أجندات الدول العربية ويعطل مصالح الدول العربية ويعطل مسيرة التنمية. على سبيل المثال المنطقة العربية عموما والخليجية على درجة خاصة وضعت لها رؤيات، مجموعة من الرؤى الوطنية 2030 السعودية 2040 العمانية إلى آخره. هذه المشاريع تستلزم نوع من الاستقرار، لأن التنمية لا يمكن أن تتنامى في ظل الصراعات أو التخبطات. حينما تحدثت عن أوبك بلس وقلت أنه انعكس على مسار الاقتصاد العالمي، لماذا؟ لأن أوبك بلس على الأقل وضعت سعر مستقر للنفط حتى تستطيع الدول أن تمشي في استراتيجيات التنموية، لأن القضية ليس قضية ارتفاع السعر أو انخفاض السعر ولكن استقرار سوق الطاقة. لذلك الملفات الأمنية في المنطقة تحتاج إلى شيء من الاستقرار حتى لو لم تحسن. يعني الملف اليمني لو أخذ شكلا من الاستقرار والمسيرة في عملية المصالحة حتى لو أخذت وقت طويل كوقت الحرب لا بأس، ولكن أن تكون على المسار الصحيح. الإشكالية هو الإرباكات الأمريكية المتوالية من غزة إلى اليمن إلى سوريا. يعني الناس تتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية غايبة عن الملف السوري، إطلاقا الولايات المتحدة الأمريكية تعبث في الملف السوري من خلال قسد ومن خلال الكي كي اي. فهذه إشكالية كبيرة جدا، بمعنى أننا في المنطقة العربية لازلنا تحت دوائر العبث الاستراتيجي أو التكتيكي للقوى الخارجية. باعتقادي اليوم يعني المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام يمر يعني في مراحل متباينة من تشكل يعني معادلة شرق أوسطية جديدة ممكن يعني أن تكون معتمدة بناء على المتغيرات الجيوسياسية. التحديات اليوم يعني هي كثيرة، وأيضا التحديات لا ننسى أمام روسيا يعني في صراعها مع الغرب، يعني طبعا بقيادة الولايات المتحدة. رأينا الكثير يعني مما حدث خلال يعني العامين الماضيين مما دعا باعتقادي يعني المنطقة العربية وروسيا إلى التقارب، وكله يعني ممكن يعني أن يكون يعني أساسا إلى مفهوم يعني التعددية القطبية أو التوجه إلى التعددية القطبية. فرأينا أن هناك الكثير من العمليات السياسية في الشرق الأوسط والتي كانت ممكن القول يعني غير متوقعة، وذلك كان نتاجا يعني للفراغات الجيوسياسية التي أحدثتها الولايات المتحدة بناء على جملة من الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها في العقود السابقة. فلذلك نرى التوجه اليوم يعني لائتلافات ليست ائتلافات عسكرية، وإنما يعني طابعها الاقتصادي هو الذي يعني يكون أكثر لدينا. لدينا اليوم توجه المنطقة العربية إلى يعني إلى مجموعة بريكس، فهذا يعني دليل واضح على أن هناك اليوم يعني رأي آخر في المنطقة العربية، التوجه للحفاظ على المصالح القومية العربية أكثر مما كان عليه في السابق. ولو نظرنا إلى السياسة الخارجية الروسية يعني وخاصة في الفترة الأخيرة وبعد يعني الاستراتيجية التي قدمتها وزارة الخارجية، نرى أن منطقة الشرق الأوسط المنطقة العربية تحتل يعني المراكز الأولى في الاهتمام الروسي، وهو معتمد يعني أو تعتمده روسيا بناء على العلاقات أولا يعني التاريخية، ثانيا نمو يعني العلاقات التجارية والاقتصادية ما بين روسيا والعالم العربي، وأيضا فيما يتعلق يعني في المنظومة الدولية، والتي نراها في الآونة الأخيرة هي في حالة يعني حالة مرتبكة. فاليوم يعني كل هذه الصراعات التي في الشرق الأوسط يعني وخاصة القضية الفلسطينية، وهنا لا يمكن أن نتحدث عنها بمنأى عن الحديث عن يعني الصراع الروسي الأوكراني. فكل هذه ممكن اعتبارها تفاعلات يعني ضمن المعادلة الدولية القائمة.
كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، مش مخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.